السلام عليكم. صوت مجلس الأمن على مشروع قرار تقدمت به روسيا الاتحادية بعد رفض المجلس مشروع قرار بريطاني بسبب إدانة للتدخلات الإيرانية في اليمن ودعمها تهريب الأسلحة للحوثيين. القرار الروسي الذي تم التصويت عليه بالإجماع مدد صلاحية جميع القرارات الأممية السابقة ونص على دعم وحدة اليمن وسيادته واستقلاله. خبراء قالوا إن هذا القرار يعد بمثابة منح فرصة أخيرة للتحالف والشرعية لحسم المعركة في اليمن والتوصل إلى استقرار سياسي، خصوصا وأن القرار مدد فترة العقوبات التي فرضها على معرقلي العمليات السياسية بما فيهم أحمد علي الذي شنت الإمارات وبقايا حزب صالح حملة إعلامية لمحاولة إسقاط العقوبات الأممية عليه. من جانب آخر قال مراقبون إن دخول روسيا على خط الأزمة اليمنية بهذا الزخم يعد مؤشرا على رغبة الروسية في لعب دور أكبر في المنطقة، خصوصا وأنها أدانت الانقلابيين بينما امتنعت عن إدانة حليفهم الإقليمي إيران، ما فسره البعض أن روسيا يمكن أن تضحي بالحوثيين في إطار أي اتفاق دولي للحل، لكنها لن تفرط بحليفها الاستراتيجي إيران. إذن ما الأهمية الاستراتيجية لدخول روسيا في الأزمة اليمنية بشكل أكبر؟ هل يعتبر هذا القرار فرصة أخيرة للتحالف والشرعية لحسم المعركة والقضاء على الانقلابيين؟ كيف ستلتقط الحكومة اليمنية هذا القرار؟ وهل ستدخل في صفقة مع الروس على حساب الأمريكان الذين زادوا الوضع تعقيدا؟ وأخيرا، هل أصبح ملف اليمن ملفا دوليا يتم العبث به بحسب الرغبات الدولية والإقليمية؟ واليمنيون ودولتهم وسيادتهم خارج إطار الحسبة؟ أعزائنا المشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة في المساء اليمني مع الضيوف الذين سيكونون معنا في هذه الحلقة، ولكن بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. اليمن تحضر مجددا على الطاولة الدولية، الطاولة ذاتها التي حضرت فيها الألعاب الدولية والإقليمية، وغابت اليمن ولم تحضر ولو على هيئة نائب فاعل في أروقة النظام الدولي، حيث الأسماك الكبيرة تلتهم الصغيرة ولا عزاء للنظام الدولي العادل المنتظر. فشلت بريطانيا في تمرير قرار يدين إيران في اليمن، وفشلت الإمارات في رفع العقوبات عن نجل صالح المقيم في أراضيها. هذه خلاصة ما دار في أروقة مجلس الأمن بخصوص ملف اليمن، الملف الذي بات مفتوحا في طاولة المجلس الزجاجي في نيويورك. روسيا استخدمت حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار دولي يتهم طهران بانتهاك حظر الأسلحة لمصلحة صياغة بديلة نصت على تمديد عقوبات مفروضة لها علاقة بالحرب الدائرة في اليمن منذ الانقلاب والاجتياح. حضرت روسيا هذه المرة كلاعب يضع العصا في عجلة القرارات الدولية التي مست بصورة مباشرة ذراعها الإقليمي في المنطقة إيران، بينما لم تعرقل القرار 22/16 الذي حظي بإجماع دولي ضد الانقلاب على العمليات السياسية. القرار الدولي بني على تقرير أممي أفاد بأن صواريخ أطلقها الحوثيون تجاه السعودية العام الماضي صنعت داخل إيران، وهما ذهبت موسكو للتشكيك في صحتها دون دلائل تعزز بها هذا التشكيك تجاه تقرير استقصائي أعده فريق الخبراء. ذهب المجلس في النهاية لإقرار مشروع المقترح الروسي الذي نص على تمديد العقوبات لعام آخر دون أن يتضمن أي إشارات لإيران التي ترفع لافتة نفي تسليح الحوثيين. وبحسب مراقبين فإن الجانب المشرق في أروقة مجلس الأمن هو تأكيد القرار على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية في مرحلة تشير فيها التقارير إلى مهددات الدولة اليمنية كيانا وأرضا، حيث تغذي تلك المهددات أطرافا وراء الحدود اليمنية وبرزها طهران وأبوظبي. إذا مشاهدينا الكرام، للحديث عن هذا الموضوع سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ إبراهيم القاطب المحلل السياسي من نيويورك، وسينضم معه آخرين. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، مساء النور لك ولمشاهدينك الكرام. أهلا بك. بداية، كيف تابعت القرار قرار مجلس الأمن بخصوص اليمن والذي تقدمت به روسيا؟ أنا في اعتقادي أولا أنه مدد العقوبات ضد من يعرقلون التحول أو الانتقال السياسي السلمي في اليمن، وهذا كان يعني مدرجا لأنه لا يوجد هناك أي تقدمات أو تحسنات على الأرض. الشيء الثاني أنه في اعتقادي أن الروس دخلوا الآن بقوة في الخط، وهذا لعدة أسباب، لأنه هناك استياء من قبل المجتمع الدولي حول المساوئ التي ترتكب من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والنظام الإماراتي في اليمن، والإهانة الذي يتعرض لها الشعب اليمني من قبل هذا النظامين، وكيف أنهم يستخدمون القرارات الدولية
لغرض أهانة الشعب اليمني وحصاره وخلق الميليشيات، وهذا أولا مخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة. ما دخل هذا الأمر أستاذ، يعني أنت قلت يعني أنهم يعني من أسباب دخول الروس بهذه القوة، اسمح لي يعني كيف يمكن أن تتدخل روسيا بهذه القوة بسبب استيائها من فعل التحالف؟ ألا يعد أيضا أنه يعني كما فسره كثير أنه دفاع أو تحالف مع إيران؟ أنا في اعتقادي هذا ما يحاول أن يروج له المعسكر الآخر. إذا كنا نتحدث عن إيران ويعني إزالة إيران من اليمن، فلماذا لا تمول هذه القوات التي تستخدم القرار الدولي في اليمن من أجل تمكين الحكومة الشرعية من استعادة الدولة ومن ثم التحرك في الجبهات؟ نحن نعرف جميعا إذا أرادوا طرد الإيرانيين من اليمن أو ميليشيا الحوثي فإن ذلك لن يتم إلا من خلال الحسم العسكري، وهذا وما تقوم به دول التحالف في اليمن هو عكس ذلك، هي تمول ميليشيات تقوض الحكومة، لا تسمح بالقوات التي في نهم والتي في تعز والتي في مناطق أخرى بالتحرك، بل سمحت فقط للقوات ما يسمى بالمقاومة الجنوبية في التحرك في الشارع في الساحل الغربي للأراضي اليمنية. نعم. أنا في اعتقادي الآن دخل الروس عدة أسباب، أولا سيستخدمون الورقة اليمنية كورقة ضغط إذا كان هناك مفاوضات سورية على الشأن السوري، وأيضا سيستخدمونه من أجل الضغط على الأمريكان والأوروبيين، وأيضا يرون تقسيم اليمن أصبح واردا تحت الأجندة وهم والصينيين وغيرهم لن يقبلوا بذلك، وهي رسالة واضحة أنه في حالة إدراج مجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات قادمة أو وضع أي يعني حلول سياسية تقوم على تقسيم اليمن فإن الروس سيكونون هناك بالمرصاد. أنا أعتقد أن الرسالة واضحة، وهذه الرسالة أيضا ستساعد الحكومة اليمنية بإعادة موازين القوى على الأرض بالحد من الدورة الإماراتي، لأن هناك كما تعرف الإماراتيين يستخدمونهم الأمريكان والبريطانيون، الآن دخل الروس على الخط، وهذا يعني أنه لن يخرج أي قرار جديد مجلس الأمن إن لم تتوافق عليه الدول بالذات الروسيين. ذلك أنا أعتقادي هناك ورقة ضغط جديدة للحكومة الشرعية استخدمتها بالاستخدام الصحيح، وحدت من التدخلات الإماراتية في الجنوب، وحدت من تحركات ميليشيات الأحزمة الأمنية دعم انتشار قوات الحكومة في المناطق التي هي محررة، ومن ذلك تقديم تقرير إلى المجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص. أعتقد الآن أنه على الحكومة الشرعية إدراج المجلس الانفصالي الجنوبي التي يعني تدعمه الإمارات كمقود للسلام والاستقرار ومستهدفا للقرارات الدولية التي لا يعترف الا بالحكومة الشرعية ضد الميليشيات التي تقوض السلام والامن في اليمن وفي الاقليم، وهذا يجب ان يترك. نعم، اذا كيف تفسر استاذ ابراهيم يعني رفض روسيا قرار بريطانيا والذي يعني هو مشابه للقرار الذي تقدمت به، الا ان بريطانيا نددت بممارسات ايران وتهريبها الاسلحه للحوثيين، اذا كانت يعني كما تقول روسيا لا تعني بشان ايران؟ أو أولا يجب أن نعرف تماما أن البر والبحر واليمني محاصر من قوى دول التحالف العربي وأيضا بدعم بريطاني أمريكي، ومن الصعب دخول السلاح، وإذا دخل السلاح إلى الحوثيين سيكون بحجم يعني ضئيل، هناك أسلحة متوفرة في اليمن ويستطيعون الحوثيين إما شراءها وإما استخدامها أو حتى جلب أسلحة كما كانوا يحصلون عليها من الأسلحة التي تدخل من قبل التحالف. فهذا الأمور يعني أنا في اعتقادي أن الأمريكان والبريطانيون حاولوا استخدام ورقة إيران من أجل أهدافهم الخاصة بهم، وهي ليست لها علاقة بالشأن اليمني وإنما لها علاقة بأهداف استراتيجية أخرى، وهكذا يستخدم أيضا الروس في هذه الآونة يعني هذا القرار من أجل أهداف تخدمهم. أنا في اعتقادي المسألة ليست مسألة إيرانية، فلنكون واضحين من هذا الاتجاه. إذا كان التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات والحكومة الشرعية جادين تخلص على ميليشيات الحوثي وعلى التواجد الإيراني في اليمن، فهذا لا يمنعهم أي قرار دولي من القيام ذلك. ما الذي يمنعهم؟ فلا ليسوا بحاجة إلى الذهاب لإصدار قرار دولي
في هذا الشأن. هم يستطيعون فقط حسم المعركة، دعم الحكومة الشرعية، إنهاء الميليشيات التي تقوم بالحكومة الشرعية، ومن ثم ينتهون تحت صنعاء. وهذا كله لم يحدث في السنوات القادمة، ولذلك هناك استياء دولي، وأيضا هذا الاستياء أخذ في يعني دخول الروسيين على الخط اليمني وإصدار قرار يسمى بالقرار الروسي هذا. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا في حوارنا هذا دكتور محمد جميح الكاتب والباحث عبر الهاتف من لندن. مساء الخير دكتور محمد. أهلا، مساء النور. أهلا بك. كيف تقرأ أنت دكتور القرار الروسي الذي وافقت عليه دول مجلس الأمن بالإجماع بالأمس؟ وفي الحقيقة يعني كما هو معروف كان هناك مشروع قرار، المشروع البريطاني والمشروع الروسي. المشروع البريطاني لا يختلف في شيء عن المشروع الروسي سوى في أنه هو نصا يدين إيران بأنها خرقت، طبعا هي في الحقيقة خرقت قرارين للأمم المتحدة فيما يخص السلاح. القرار الأول وهو قرار يفرض على إيران ذاتها حظرا لتصدير الأسلحة، وهو قرار سابق على حرب اليمن. ثم القرار الأممي الخاص باليمن الذي يفرض حظرا على توريد الأسلحة للحوثيين في اليمن. إذن إيران حسب الرؤية الغربية والبريطانية وحسب فريق الخبراء وتقرير هذا الفريق خرقت هذين القرارين بإيصال أسلحة باليستية وغيرها إلى اليمن. أراد الغربيون وفي مشروع القرار البريطاني أن يدينوا تصرفات النظام في إيران على هذا السلوك. الموقف الروسي كان مختلفا، فقدم مشروعا مختلفا هو ذات المشروع البريطاني، سوى أنه حذف منه أو حذفت النصوص التي تتطرق للدور الإيراني في اليمن. ما هو تفسيرك لهذا الأمر؟ طبعا الروس يريدون أن يرسلوا عدة رسائل. الرسالة الأولى والمهمة هي هي للغرب، الذي تريد روسيا بأن تقول أنها لا تزال قادرة على الفعل حتى في غير مجالها الحيوي في سوريا، وأنها يمكن أن تدخل في مجالات أخرى كاليمن والعراق. والرسالة الأخرى هي رسالة بالطبع ربما لدول الخليج والدول في التحالف العربي، وهي ربما تكون رسالة ابتزاز أو تلويح بالابتزاز. والرسالة الثالثة هي رسالة إلى طهران، تريد موسكو أن تقول بأننا لازلنا معكم وأنا قدمنا لكم الخدمة التي حمت رقابكم من سيف القرار الدولي البريطاني أو مشروع القرار البريطاني، وبالتالي نحن ننتظر منكم موقفا مقابلا أو ننتظر منكم مكافأة في الملف السوري، هكذا يحسب الروس. لكن طبعا في المحصلة بما أن روسيا كانت ستعترض على القرار أو مشروع القرار البريطاني، آثرت دول مجلس الأمن الدائمة العضوية أن يصوت على المشروع الروسي كحد أدنى. لكن في حقيقة الأمر فيما إذا ما استبعدنا الإضافة التي كان النص البريطاني يريد إدخال إيران ضمن دائرة الإدانة، التي قال الروس بأنها يمكن أن تشكل أو تمهد الطريق لعقوبات دولية إضافية على إيران أو ربما لعمل عسكري ضد إيران بناء على الإدانة التي كان يمكن أن تكون لو أن مشروع القرار البريطاني قد أقر. نعم. ولكن في المحصلة لا يوجد هناك تغير أو تغيير كبير بين القرارين وبين مشروعي القرار الدولي البريطاني والروسي فيما عدا ما يخص الدور الإيراني. بقية البنود مدة العقوبات على الأشخاص والكيانات التي عوقبت بفعل الحرب في اليمن وفعل الانقلاب. كذلك ذكر القرار أنه مستند على القرارات الدولية السابقة وأنها مشروعة، وبالتالي لا يوجد جديد سوى التمديد فيما يخص العقوبات المعاقبين بها. وفيما يخص الجديد الذي حاولت بريطانيا أن تدخله بإدانة إيران، وهذه الإدانة رفضت من قبل الروس. نعم، هناك من يقول دكتور محمد أن على الحكومة الشرعية أن تلتقط مثل هذه الفرصة وأن تفتح خطوطا مع الروس، وربما حتى تقدم لهم أي عروض ممكنة، صفقات تجارية مقابل دعم حسم المعركة. هل يعني تتوقع أن يعني أن هذا الأمر ممكنا بالنسبة للحكومة الشرعية؟ بالنسبة للحكومة الشرعية في الحقيقة كان ينبغي أن تقوم بدور أكبر، يعني ليس على الملف فيما يخص العلاقة مع الروس، ولكن فيما يخص العلاقة مع كافة الدول المؤثرة، ونخص الدول الأعضاء دائمة العضوية وأيضا الدول الثمانية عشرة.
رعاة الحل أو السياسي في اليمن أو رعاة الحل بشكل عام في اليمن. لكن بالطبع يعني هناك قصور كبير في الأداء الدبلوماسي للحكومة، هناك أيضا قصور كبير في ما يخص التواصل مع الروس، على اعتبار أن الحكومة اليمنية ربما تنظر إلى الموقف الروسي على أساس أنه موقف مأمون في الوقت الحالي بحكم موافقة روسيا على كثير من القرارات التي كانت تخص اليمن في الماضي وهي لصالح الشرعية. لكن على الحكومة أن تدرك أن ظروفا سياسية وسياقية معينة أدت بالروس إلى الموافقة على قرارات سابقة، لكن هذه الظروف الموضوعية تغيرت الآن، والروس في وضع مناسب بالنسبة لهم في سوريا وفي غيرها من البلدان، في البلقان وفي أوكرانيا. وبالتالي لا ينبغي أن تعول الحكومة على الظروف التي أنتجت الموقف الروسي القديم بأنها سوف تنتج موقفا روسيا مشابها في الوقت الحالي، على الرغم من أن الظروف قد تغيرت. هنا يجب على الحكومة أن تتواصل، مع أن هذا التواصل يعني قد تكون له فائدة محدودة، لأن التواصل الأكبر ربما يكون مع دول التحالف العربي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الدول التي بالفعل أوكل إليها بشكل واضح الملف العسكري بعد أن وضع اليمن تحت الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة. يعني برأيك كيف سيتعامل التحالف والشرعية أيضا مع هذا القرار، أو كيف يجب أن يتعاملوا معه؟ وكما ذكرت يعني القرار في حقيقة الأمر الذي يروج له على أساس أنه نوع من الانتصار لإيران أو للحوثيين، هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. انتصرت ربما إيران في أنها لم تدخل ضمن دائرة الإدانة، هذا صحيح، والإدانة هي طارئة في القرار، في مشروع القرار البريطاني. ولكن القرار فيما يخص الحوثيين هم لا يزالون معاقبين، ولا يزال مدد الحظر المفروض عن الأسلحة، مدد أيضا لآليات تفتيش ومراقبة الموانئ وما يدخل إلى اليمن، كذلك ذكر الحظر كذلك بأن معوقي العملية السياسية وعملية الحل السلمي في اليمن نص على أنهم ذات المعوقين، وذكر أيضا تجار السلاح، وذكر أيضا المهربين، وذكر الذين يتاجرون أو يهربون الأسلحة من الشواطئ اليمنية إلى الداخل إلى الحوثيين وإلى جماعات مسلحة أخرى، تعرض أيضا إلى ذكر الجماعات الإرهابية الموجودة وانتشارها بفعل ضعف سيطرة الحكومة الشرعية، ذكر كثيرا من الأشياء التي وردت في تقرير الخبراء وهي أشياء إيجابية بالطبع، عدا أنه لم يشر إلى الدور الإيراني الذي كان واضحا أو كانت واضحة الإشارة فيه إليه في تقرير الخبراء الدوليين. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، هل تعتقد أن موقف روسيا في اليمن قد تغير خاصة بعد مقتل صالح؟ يعني خصوصا أنهم استاءوا كثيرا من مقتله وكانوا حلفاء بشكل كبير له. أنا في اعتقادي الموقف الروسي لم يتغير في اليمن، الروس واضحين أنهم مع وحدة اليمن ومع أمنه واستقراره، ولم يتدخلوا حتى من قبل بالشكل السيء في القضية اليمنية، بل كانوا معها في كل القرارات الدولية وصوتوا مع العقوبات على صالح ومع العقوبات على الحوثيين. ولذلك أنا في اعتقادي أنه حتى مع صدور القرار الجديد الروسيين كانوا واضحين، مددوا العقوبات، وأيضا الصراع هو كان صراع أمريكي بالقرار، مشروع القرار البريطاني هو كان صراع أمريكي بريطاني روسي بخصوص إيران، وليس له علاقة بالشأن اليمني. حاول الإيرانيين إدخاله ضمن هذا القرار من أجل استهدافه كما ذكر الدكتور جميح بعقوبات أخرى ليس لها علاقة بالشأن اليمني، وإنما ستستخدمها كشماعة. أنا في اعتقاد أنه يجب أن يتجاوز، أن يكون هناك للحكومة الشرعية خطط استراتيجية وفريق دبلوماسي مخضرم ليس مخترق لا من دول التحالف ولا من غيرها، بحيث ينقل المشهد اليمني، بحيث يتحاور مع الدول العظمى من أجل إخراج اليمن من هذا الصراع واستعادة الشرعية، ثم الذهاب إلى إخراج الحوار الوطني. وهذا يجب أن يكون الشرعية بقيادة الرئيس الشرعي، أن يتحاوروا بشكل مباشر مع الحكومة الأمريكية والبريطانية والروسي، وأن بحيث أن يكون
هناك تبادل يعني آراء حول المستقبل وحول المصالح المشتركة من إخراج اليمن من هذه الحرب، لأنه تعرفوا الاتفاق كله في اليمن أجل المصالح، ومن يستحوذ على تلك المصالح. هناك مصالح مشتركة يجب أن تحافظ على السعادة اليمنية وعلى حقوق اليمنيين وعلى مصالح اليمنيين، ومن ثم يكون هناك علاقة محترمة مع الدول هي التي تلعب ولها دور كبير في المجتمع الدولي وفي الإقليم وفي غيرها كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا، ولن علاقات جيدة ومن علاقات جيدة مع كلها الدول. لذلك يجب على الحكومة اليمنية أن تخرج من هذا الحبس التي وضعت في المملكة العربية السعودية والإمارات، والتي هم يذهبون من أجل أو يحارب اليمن ما بات واضحا من مصالح الشخصية من مصالح بلدانهم، من أجل التأكد أن اليمن لن يصبح دولة فردية ولا دولة تنافس اقتصاديا. وهذا يجب أن يدركوا اليمنيون وأن يخرجوا من هذا السجن الذي وضعوا أنفسهم فيه. والذهاب للكبير يا أختي، لا يجب أن يذهب أحدا لطلب الحماية من دول هي نفسها تطلب الحماية من الولايات المتحدة وبريطانيا الخطر الإيراني الذي يهددهم في القليل. فلذلك يجب أن نتجاوز من هنا، لولا أن هناك 61 قاعدة غربية أمريكية في الدول الخليجية اتهمتهم إيران في خلال ساعات، وأن نرى ذلك بما يقومون به حتى في الأراضي اليمنية. فلذلك أنا أعتقد أن الأبواب اختلفت الآن. أنا أتمنى أن يكون أن تكون الحكومة اليمنية قد استوعبت الدرس، قد صحوا. أتمنى من الذين يوجدون الحكومة الشرعية أن يصحوا وأن تكون مصالح بلادهم فوق المصالح والرواتب التي يستلمونها أو إيجاد أقرب صادق، أن يملكوا لهم بلدا يقع على أهم موقع استراتيجي في العالم، له كثير يعني تصارع العالم من أجل التواجد هناك، وأيضا له كثير من الموارد والثروات يستطيع ينهض بها في خلال عدة سنوات. نحن مشكلة لدينا سياسي ليس أهداف ولا استراتيجية، وفقط يضعون كل ما لديهم مقابل أن يستلموا يعني رواتب الدول الخليجية أو غيرها مقابل بيع الوطن وكل ثروات وموقع الاستراتيجي الهام. نحن في أعتقد في نقطة تحول حقيقية لو استخدمتها اليمن الاستخدام الصحيح، تحدث من انتشار الميليشيات في اليمن، تحدث من تدخل الإمارات السيئة في اليمن، ونهضت الحكومة الشرعية بهذا القطاع الدولي التي يتوفر لها يوما تلو الآخر إما من قبل الأمريكيين والبريطانيين أو الروس. نعم، إذا أستاذ إبراهيم، يعني بالنسبة لرأيك حول أن الدول الكبرى يعني تود إدامة الصراع في المنطقة، وخاصة يعني دعم الجميع ضد الجميع واستنزاف دول الخليج يعني على حساب اليمن، أستمع لإجابتك بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ إبراهيم، يعني كنت سألتك عن يعني برأيك هل نحن أمام مرحلة تود الدول الكبرى يعني ضرب الجميع ضد الجميع واستنزاف الخليج على حساب اليمن؟ أنا في اعتقادي نحن من نضرب أنفسنا بأنفسنا، يعني الدول العظمى وبالذات الولايات المتحدة والبريطانية وغيرها لها مصالح. يعني الصراع عادة في العالم كله هو على المواقع الاستراتيجية العامة في العالم، هو على الثروات والنفوذ، وهذا يعني اليمن هو موقع عام لأنه قريب من منابع النفط، يسيطر على أهم القارات البحرية في العالم، وله موقع جيد وله مستقبل. يعني هو الدولة دائما الدولة على مر التاريخ تجلب الصراعات بسبب موقعها الاستراتيجي. نحن الآن يعني أنا في
جدا لا يفهمون ما يقولون وليس لهم تخطيط استراتيجي كما تقوم به ايران. هم الان مستنزفون يقومون بشراء الاموال المليارات. هناك جيل جديد في الامارات والسعوديه يريدون الاستحواذ على السلطه في هذا الدول فهم يستطيعون يعني نعم. إذن أستاذ إبراهيم ولشراء أي شيء مقابل البقاء في السلطة، فأنا أعتقد هناك تفاوضات، وأيضا الدول الغربية تلعب بهذه الورقة لأنها تحصل على كل ما تريده وتطيقهم كل ما ضغطت. نعم إذن أستاذ إبراهيم نعم اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ علاء المهدي الباحث في العلاقات الدولية عبر سكايب أيضا من روسيا. مساء الخير أستاذ علاء. مساء النور، اهلا بك استاذ علاء. لو بدانا بالحديث عن الفيتو الروسي تجاه قرار يدين ايران، ما هي معطياته برايك؟ اظن انه اولا القرار كان مقدما ضمن مجلس الامن، وكان ضمن مساله تمديد فتره تدابير العقوبات ناحيه اليمن وتمديد ولايه فرقه الخبراء، هذا من جهه. ومن جهه اخرى فان ادخال مساله ايران في مجلس الامن فانه من جهه استنزاف والنظر إلى ردة فعل روسيا من قبل دول الغرب، وبالعلم أن روسيا لا ترى حلا لأي من قضايا أي منطقة أو أي إقليم بدون مشاركة جميع اللاعبين في هذا الإقليم، وإيران تعتبر أحد أقوى اللاعبين على في منطقة الشرق الأوسط. وكذلك أيضا أريد أن أضيف أن إيران بالطبع كما هو معروف حليفة روسيا من جهة بالذات في قضية سوريا. نعم، إذا يعني برأيك لما لم تعترض روسيا مثلا على قرار 2216 الذي فيه اتهام واضح للحوثيين وهم أذرع إيران في المنطقة، بينما اعترضت عندما تعلق الأمر بإيران بشكل واضح؟ إن جمعنا الأمرين فإن من جهة اعتراض روسيا سيكون مخالفا لأفعالها، إذ أن إيران تعتبر هي الممول للحوثيين وممدهم بالأسلحة، وإيران تعتبر حليفة روسيا. ولكن على الأرجح أن روسيا لم تعترض على القرار 2216 في الوقت ذاك، لأنه روسيا لم تعلم بالوضع تامة باليمن، وروسيا لا تقوم بأفعال غير مستندة بدلائل تامة. نعم، هل في البداية تبحث في الأمر؟ نعم تفضل. نعم أستاذ علاء، إذا يعني هل تعتقد أن القرار متعلق باللحظة الراهنة وحسب يعني لخصوصيته، أم أنه يعني جاء نتيجة لتغير الموقف الروسي أو يشير لتغير الموقف الروسي تجاه اليمن؟ نعم يبدو أن فقدنا الاتصال بالسيد علاء، سنحاول التواصل بك مجددا. إذا المشاهدين الكرام، ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات، والذي جاء ب يعني القرار الذي رشحته روسيا بعد أن قامت يعني حق الفيتو تجاه قرار أو مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا، والذي كان يعني مدخلا فيه إيران كمعرقل للأوضاع في اليمن لأنه يمول الحوثيين بالسلاح. في إطار هذا القرار، ما هي خيارات الشرعية والتحالف؟ هذا يعني ما سنحاول الإجابة عليه خلال هذا الجزء من الحلقة. هل ستتمكن الحكومة الشرعية من الاستفادة من هذا القرار؟ إذن عاد إلينا علاء. كنت سألتك أستاذ علاء، هل القرار متعلق باللحظة الراهنة وخصوصية القرار، أم أنه يشير إلى تغير موقف روسيا تجاه اليمن؟ نعم علاء، هل تسمعني؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بعلاء مرة أخرى، إلى أن يعود إلينا علاء أو الأستاذ إبراهيم. نتحدث عن هذه النقاط التي وردت في قرار مجلس الأمن. أشار قرار مجلس الأمن على وحدة وسيادة اليمن، وأيضا على تمديد العقوبات، ونعلم جميعا أن المرحلة التي سبقت دراسة المشروع وإقراره كان هناك حملة
تريد استثناء أحمد علي من قرار العقوبات ولكنها فشلت كما هو واضح. إذا عاد إلينا الأستاذ علاء ولكن هذه المرة عبر الهاتف. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ علاء. أستاذ علاء، كنت يعني أود أن أعرف منك بالنسبة لقرار مجلس الأمن، هل له ظروفه الخاصة متعلق بظروف هذه المرحلة أم أنه يشير إلى تغير موقف روسيا من اليمن؟ سأقول أنه لا يشير إلى موقف روسيا، وليس محدد بالوضع الراهن، لأن موقف روسيا لا محدد تماما باتجاه اليمن، حيث أن روسيا ليس لديها مكاسب أو أضرار من الأزمة اليمنية بعكس سوريا، ولذلك روسيا تحاول لعب دور الوسيط المتحفظ في قراراته، حيث أنه بالرغم من استخدام الفيتو فإن قرار روسيا الذي صاغته روسيا ومشروع القرار الروسي تم التصويت عليه وقبوله من قبل مجلس الأمن. نعم. ثم هنالك مسألة دولية، حيث أن الدول الغرب تحاول أن ترغم روسيا من الإكثار من استخدام حق الفيتو لكي تضعف سمعتها في الساحة الدولية. نعم. إذن يعني هل يمكن قراءة الملف أو الموقف السوري خاصة يعني بعد صدور القرار ومقتل صالح بالذات، هل نعتقد أنه يعني هناك إشكالية في هذا الأمر أم أن يعني كما ترى أنت روسيا ليست مستفيدة أو ليست يعني خاسرة في الحرب في اليمن؟ في البداية أريد أن أقول أن لروسيا الأزمة السورية والقضية السورية ستكون الأهم أكثر أهمية من الأزمة اليمنية، وحيث أن الأزمة اليمنية قد تكون بالنسبة للدول العظمى ومثل روسيا وأمريكا فقط مسألة مصالح وقضية كارثة إنسانية، وبخصوص اختلاف تغير الوضع بعد موت علي عبد الله صالح، فإن صحيح أنه كان طرف للتحاور وكان طرفا يجعل فرصة للتحاور مع الحوثيين من جهة مع المجتمعات الدولية، ولكن روسيا لا تعتمد كما قلت من قبل على أقوال فقط، ولكن تحتاج إلى براهين للقدرة على السيطرة وإدارة البلاد، لذلك روسيا لن تقوم بدعم أي من الأطراف إن لم ترى فيه كادرا للمستقبل لكي يدير البلاد وتقوم بدعمه وتبقى هي الفائزة، والبلاد التي فيها الأزمة تكون فائزة أيضا. نعم. إذن شكرا لك على المهدي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف هذه المرة من روسيا. عودة إليك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يعني قبل القرار كان هناك حملة من الإمارات وبقايا أنصار صالح طالبوا فيها برفع العقوبات عن أحمد ولكنها فشلت هذه الحملة، ما دلالة ذلك برأيك؟ أنا في اعتقادي أولا هذه ليست لها علاقة بالصراع في اليمن، هذه كانت ربما الدول حاولت استرجاع ما تبقى من الحرس الجمهوري ودعم طارق عفاش وأحمد علي عبد الله صالح. أولا أحمد علي عبد الله صالح هو ليس لم يكن رئيسا لليمن ولا رئيس حزب ولا قائد جماعة تحررية في اليمن ولا من هذه الأشياء. الهدف بقاء أحمد علي عبد الله صالح في لجنة العقوبات إن لديه أموال نهبت من قبل الشعب اليمني، أموال غير يعني مصرح بها وتم نهبها وكانت تستخدم من قبل نظام صالح بعرقلة التحول السلمي الانتقالي التحول السياسي والانتقالي في اليمن، فلذلك تم حجز هذه المبالغ، هناك لجنة عقوبات، وأنا أعتقد أنه ما يجري في اليمن لا يخص أحمد علي عبد الله صالح، الأموال هي مجمدة ويتم تتبع الأموال التي لم يتم تجميدها بعد بهدف عدم استخدامها في الاستخدام الخاطئ في اليمن وتمويل الميليشيات وخلق ميليشيات أخرى جديدة، فلذلك أنا في اعتقادي أن لجنة العقوبات ستستمر كما هي، سيتم رصد أي مخالفات جديدة سيتم تتبع أي أموال لم يتم رصدها إلى حد الآن، وربما هناك القائمة مفتوحة
يعني لإدخال لاعبين جدد كالمجلس الانفصالي الجديد الذي تدعمه الإمارات والأحزمة الأمنية التي تقوض الحكومة في الأراضي المحررة. فلذلك القائمة مفتوحة، من يعرقل السلام والأمن في اليمن وهو يعرقل الأمن والسلام في الإقليم والممرات الدولية، فلذلك سيبقون في هذه القائمة. وأنا أعتقد التحركات التي حصلت في الأيام القادمة في الأيام الماضية كانت ضئيلة، وكان ربما 20 نفر أمام مبنى الأمم المتحدة وربما بدعم بسيط من بعض الدول التحالف من أجل إعادة أسرة صالح للواجهة. وأنا أعتقد أن أسرة صالح قد انتهت مرة وإلى الأبد. نعم أستاذ إبراهيم، يعني نحن نلاحظ كيف أن المجتمع الدولي يتعامل مع ملفات الشرق الأوسط وخاصة دول العالم الثالث عبارة عن ملفات يعني للابتزاز وورقة ضغط سياسية للمصالح الدولية. يعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية كونها قائدة دول التحالف، ألا تخشى على نفسها أن تتحول إلى ورقة ابتزاز يوما ما، ونجد من يطالب بإدراجها ضمن من يقومون ب يعني جرائم حرب ومطالبة إدانتها؟ كما يعني هو ملاحظ، يعني قد تكون بالنسبة لأي دولة ورقة ابتزاز قوية. أنا في اعتقادي إنه الدول العظمى الآن والدول التي هي موالية وحليفة مع المملكة العربية السعودية مع العربية نعم فقدنا الاتصال بالأستاذ إبراهيم، وكان يحدثنا حول مسألة خشية السعودية من عدمها لا تتحول إلى ورقة ضغط يوما ما، ونحن نلاحظ كيف أن الملف اليمني أصبح عبارة عن ورقة ابتزاز تتحول هنا أو هناك، يتم التلويح بها من دولة وتضغط بها دولة أخرى. عن الحكومة الشرعية ومدى الاستفادة من تمديد العقوبات بالنسبة لمعرقلي التسوية في اليمن، هل يمكن أن تستفيد منها بالشكل المطلوب أم أنها سنة أخرى ستمر دون أن تحدث أي ضجيج لا من خلال علاقتها وخارجيتها ودبلوماسيتها المنتشرة في هذه الدول الكبرى؟ عودة إليك أستاذ إبراهيم. نعم أنا في اعتقادي كما قلت أنه المملكة العربية السعودية ليس لهم تفكير ولا خطط استراتيجية سيستخدمهم الغربيون بالذات الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانيون كما استخدموا صدام عندما كانوا يستخدمونه في الحرب ضد الإيرانيين ثم تم إسقاطه لاحقا. الآن المجتمع الدولي يعرف تماما وهناك وثائق بأن المملكة العربية السعودية والإمارات ارتكبت جرائم حرب في اليمن وهذه موثقة، وأيضا ليس ذلك فحسب، يتم استنزاف أموالهم. فلذلك أنا أعتقد أن الورقة اليمنية هي يعني مستنقع للإمارات والسعوديين إن لم يعيوا الخطر الذي هم فيه، سوف يعني تنتهك أنظمتهم وستسقط في آخر اليوم. لا يوجد نظام عربي محصن، رأيناه في حسني مبارك، رأيناه في بشار الأسد، رأيناه في صدام حسين، رأيناه في معمر القذافي. كل تلك الدول كان لديها القوة العسكرية والنفطية والعلاقة الدولية، ومن ثم أتى وقتها وسقطت. في اعتقادي أنه إن لم يصحى الخليجيون الإماراتيون والسعوديون ويدركون أن وحدة اليمن وأن السعادة الشرعية سيخدمهم على المدى الطويل وسيخدم أمنهم واستقرارهم، وإلا فسيفتحونه للصراعات الدولية وهم أشقاء سوف يكتمون بالنار الذي يكون بها اليمنيون. فأنا اعتقادي أنه الآن يتم ضخ المال السعودي، هناك صراعات داخل الأسر المالكة في الخليج، والجيل الجديد يعني لا يفكر بما كان يفكر به أبائهم، هم من سيورطون مجتمعاتهم في الدماء في الحروب ومن ثم سيسقطون تلقائيا. فلذلك أنا اعتقادي أن أمامهم هم والحكومة الشرعية فرصة ذهبية. كيف يمكن التقاطها أستاذ إبراهيم؟ كيف يمكن التقاط هذه الفرصة؟ الماليشي واليمنيون يعني يوافقون على أن يكون هناك يعني مصالح مشتركة بيننا وبين السعوديين والإماراتيون والقطريون والكويتيون وكل مجتمعنا ومحيطنا والعالم. فلذلك إن حافظوا على مصالحنا ومصالحهم
سيحافظون على أمننا وأمنهم، لكن إن أثاروا الفتن والمصائب والتقسيم داخل اليمن فلا شك إن ذلك سينتقل إلى العمق الخليجي كما هو معروف وكما هو وارد وكما هو واضح. نعم أستاذ إبراهيم، يعني كما تعلم يعني أن تقرير فريق الخبراء قد أشار بشكل واضح للإمارات وأعمالها في اليمن وكيف أنها تحاول يعني خلق الفوضى هناك وتسيطر على الأماكن السيادية هناك، برأيك لما لم يشر القرار لانتهاكات دولة الإمارات في اليمن وعملها الواضح في تقويض الشرعية ودعم يعني ميليشيا مسلحة؟ كما تعرفي أنا في اعتقادي هو واضح، يعني الإمارات لديها علاقات واسعة مع الروس، علاقات اقتصادية، أيضا لديها تضخ الأموال للأمريكان وللبريطانيون من خلال يعني شراء الأسلحة، وأيضا القيام بالمهمات التي تود الأمريكا والإمارات القيام بها، لكنها تستخدمهم كورقة، فهم الآن بحاجة لاستخدامهم، لأنه لا الأمريكان ولا البريطانيين سيرسلون قوات إلى اليمن من أجل الحفاظ على مصالحهم، فلذلك هم يستخدمون الإمارات كورقة. الإمارات تلعب ورقة أكبر من حجمها، هي أصلا ليست لا قوة إقليمية ولا ليس لها تأثير، إنما دولة لديها القليل من الأموال وتستطيع يعني شراء بعض المرتزقة وإنشاء بعض الميليشيات، لكنها في آخر اليوم حتى الجزر التي تحاول الاستيلاء عليها ستكون آخر اليوم في قبضة الأمريكان والبريطانيين، هم يستخدمونهم فقط كورقة، فلذلك سيستخدمونهم وسيورطونهم في الجرائم الإنسانية وسيكرهون بهم الشعب اليمني إلى أن يأتي اليوم الذي سيطردون من اليمن وسيخرجون منها، وستستخدم الورقة الجرائم التي ارتكبوها والميليشيات التي دعموها في اليمن كورقة ضغط ضدهم من أجل ابتزازهم أكثر فأكثر. فأنا أعتقد أنه لا يستطيعون القيام بعمل أكثر من حجمهم، هم ليسوا دولة يعني لديها القوة وليسوا دولة. يا أختي حتى في الإمارات حماية الأمراء تأتي من الخارج، الذي لا يستطيع حماية نفسه لن يستطيع استعمار أو الانتداب على دولة أخرى، لديهم الأموال يستخدمونها الاستخدام الصحيح، يعادون إخوانهم في اليمن، يدمرون اليمن، يخلقون الفتنة فيها، وهذا بلا شك إنه لا ينام أحدا وجاره أليم، فلذلك ستستخدم هذا أيضا الورقة الإيرانيون والروس إذا لم يصحى الخليجيون ويعيدون تصحيح أو الورقة التي يلعبون بها في اليمن ويدعمون الحكومة الشرعية. يعني الشعب اليمني بالنسبة للدور البريطاني أستاذ إبراهيم، يعني هناك من يتحدث أنه له تأثير كبير في اليمن، خاصة وأن المبعوث الأممي هو بريطاني، وزير الخارجية البريطاني أيضا يزور دول لها علاقات بالملف اليمني. مشروع بريطانيا كان يعني يشير بشكل واضح إلى إيران وما تقدمه من أفعال للحوثيين ومساندات ومدهم بالسلاح، كيف تتوقع أن يكون الدور البريطاني في المرحلة القادمة؟ أنا في اعتقادي صاحب الملف الحقيقي في اليمن هم البريطانيون، هم من يديرون القرارات الدولية في اليمن، هم من يلعبون بالورقة مع الأقليم ومع الدول الأخرى، لديهم مصالح قوية، وكما تعرفين البريطانيون يفكرون أن لهم يعني ماض في اليمن وأنهم يستطيعون استعارة الماضي من خلال الإمارات ومن خلال يعني الميليشيات التي تنشأها لهم الإمارات كنظام السلطنات. طبعا البريطانيون يحاولون الاستيلاء على الموانئ وعلى الجزر وعلى المصالح التي يستطيعون إخراجها من اليمن، وتقوم الإمارات بدعم بالدور الميليشيات للإمارات لبريطانيا، فنعتقد أنها دورها سيستمر. المشكلة تكمن كما قلت سابقا في الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية لو تفاوضت وتناقشت مع البريطانيين والأمريكيون والروس بشكل مباشر بعيدا عن السعودية والإمارات، ويعني احتفظت بمصالحهم المتبادلة وعلى أن يدعموا وحدة اليمن وأن يدعموا الحكومة الشرعية وأن ينهوا الانقلاب، لاستطعت القيام بذلك ولا انتهى الحرب في وجهة نظري، ولا خرجنا من الحرب بالوكالة، الحرب الإقليمية التي تحاول السعودية والإمارات جلبها إلى اليمن هم والحوثيون، وهم يدمرون اليمن أكثر من ما تدمره إيران.
شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم القعطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.